السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة واموركم كلها بخير. رجعت لكم تاني بفيديو جديد، فيديو عن حلويات الصابلي. وهي عجين واحدة بثلاث انواع من حلويات الصابلي. صراحة هي جميلة جدا يعني، وسهلة في نفس الوقت، ما تاخذش منك وقت كتير اساس انك يعني تعمليها. ساعه تقريبا وتطلعي يعني حلويات جميله وهشه وانواع مختلفه، وتنفع معاكي للضيوف مثلا. فاذا حابين تعرفوا طريقه عمل الحلويات الصابلي بعجين واحده بثلاث انواع، تابعوا معي الفيديو للاخير، وما تنسوش تعملوا لايك وشير لتعم الفائده على احبابكم واصحابكم. وإذا ما زلتم مش مشتركين في القناة، اشتركوا في القناة وسبسكرايب، تابعوا معي الفيديو. بالنسبة لمقادير العجين الصابلي، نحتاج 250 غرام من الزبدة دايبة بحرارة الغرفة، وأربعة بيضات، ونحتاج كأس زيت وكأس سكر، وثلاث معالق من النشا أو المايزينا، وملعقتين كبار من البيكنج باودر، وملعقة صغيرة من الفانيليا. فقط هذو هم مقاديرنا ومكتوبين عندكم على الشاشة. بالنسبة للطريقة، نجيبوا أول حاجة الزبدة اللي تكون دايبة عندنا يعني بحرارة الغرفة. انتم حاولوا تطلعوها قبل بوقت، أنا طلعتها يعني متأخرة شوية. ونحط معها السكر، نحاول انه يعني ندعكوها قليلا باليد لغاية ما تصبح مثل الكريمة ومثل الكريم. بالايد، فانا صراحه حاب نخدم بايدي، يعني ما نعرفش نخدم بالطراب او بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي، فانا ايدي تجيني يعني الشغل بها سهل. ومن بعد نحط الفانيليا، نحط معلقة صغيرة من الفانيليا، ونحط النشا اللي عندنا اللي هي ثلاث معالق من النشا. فالنشا جميلة الصراحة، كتخلي الصابلي هذا مقرمش، تخليه طريف. ومن بعد نحطوا البيكنج باودر، معلقتين بيكنج باودر كبار، ونخلطه جيدا. وبعدين نجيبوا الطحين. انا الطحين ما حطيت لكم شي يعني مقدار من الطحين، لانه هو الصراحة الطحين على حسب يعني على حسب العجين، فانتوا يعني تضيفوا يعني تفضل تضيفوا في الطحين لغاية ما العجين تتجمع معاكي، ممكن نص كيلو، ممكن 750 جرام. فانا حطيت لغايه ما تجمعت معي العجين، يعني ما فيش وزن، ما فيش مقدار معين.
يعني جبت المنشبة وحطيت عليها كيس من فوق، ويعني سرحت العجينة لأن غادي نطبعها على شكل مربعات، وغادي نزينها من بعد بالشوكولاتة. فالطريقة هذه يعني جميلة، في خصوصا كتبين يعني شكل الفيرميسيل. اول من الفرن الشكل اللي عملناه سادة. هذا الشكل غادي نزينوه غادي نحتاجو فيه اللي هو جوز الهند المبشور، وغادي نحتاجو فيه الماء زهر، وغادي نحتاجو غادي نحتاجو مربى المشمش. يعني مربى المشمش هذا ضروري في الصراحة في الحلوى هذه. الحلوى هذه هي معروفة عندنا جدا في المغرب، يعني لدرجة انه يعني بيسموها حبيبة المغاربة، فهي جميلة وكتجي هشة جدا، في يعني كتدوب في الفم. فغادي الآن غادي ناخده قليل من اللي هو المربى، وغادي نحطه عليه قليل من الماء زهر. غادي نحاول ان نسخنه قليلا فقط فوق النار، يعني غير باش يدوب لنا المربى، باش يدوب قليلا، ما دقيقة أو دقيقتين فقط ندوبوه بسرعة. هنا بعد ما داب لنا اللي هو المربى والماء ظهر، غادي نجيبو الآن اللي هي الصابلي، الكويرات الصابلي. غادي نحطوها أول شيء في اللي هي المربى والماء ظهر هذا، وغادي نحطوها ثم نحطوها في جوز الهند على الشكل اللي انتم شايفينه. فقط هذه هي الطريقة صراحة، وهذه هي يعني كتجي جميلة جدا، وكتجي هشة، يعني كتجي هشة في الفم، يعني كتدوب في الفم. فإن شاء الله تجربوها. وهذا هو شكلها، جميل جدا. يعني بالنسبة للنوع الثاني، بعد ما طلع من الفرن خليناه برد قليلا. هذا غادي نحتاجه في طريقة تزيينه. سكر بودرة، نجيبوا سكر بودرة من عندك، ما عندكيش ممكن تطحنيه في البيت، طحني اللي هو السكر سنيدة وطحنيها في البيت. فنجيبوا اللي هو الصابلي هذا ونحطوه في السكر بودرة بالشكل اللي انتم شايفينه. بالنسبة للنوع الثالث اللي هم عملنا منهم كلين، فأنا المربعات غادي نزينهم بشوكولاتة. جبت شوكولاتة دايبة وحطيتها في اللي هم أنا عندي من البلاستيك هدول اللي يعني تخرجوا لك طابع شوكولاتة. هدول كنت شاريهم صراحة من المغرب، فموجودين هم في كل دولة موجودين. فهذا يعني هذا البلاستيك تذوبي الشوكولاتة مع قليل من الزيت وتحطيه فيها وتدخليه الثلاجة وتطلع لك بالشكل هذا. فهي منها أشكال كثيرة. فأنا زينت الشوكولاتة بالملمع هذا أو ملمع حلويات. تجيبي شوية في ألوان، يعني في فضي، في نحاسي، في ألوان كثيرة، تحطي قليلا من يعني من فوق الشوكولاتة وكتلمعيه، هو كيعطيها واحد اللمعة جميلة جدا.
يعني حتى الصراحة اللون النحاسي جميل، هذا اللون لون فضي. ففقط هذا هو شكلها، هذه الشوكولاتة. وغادي نحتاج الناباج، مش عارفة الناباج شنو اسمه في الدول التانية، اما انا الناباج هذا غنحتاجه يعني باش نلصق به الشوكولاتة على على الحلوة الصابلي هذه. واذا ما عندكش الناباج ممكن تجيبي عسل او شربات ثقيل، وشربات تقيل، عسل او شربات تقيل، وتحطيه على الشوكولاتة وتحطيه على البسكوت وتحطي عليه الشوكولاتة، يعني غير باش ما تطيحش غير باش ما تطيحش الشوكولاتة من الصابلي هذا. فنتمنى تكونوا فهمتوا يعني طريقتي.